وعدين شيء أنا منو معلم كذي أها وإلهي فضلك يسرنتي أنا وافجي أنا وحبرتي. أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون. وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جزاكم الله خير الجزاء. لن نطيل عليكم إن شاء الله. جزاكم الله خير. رنتي أشكر الله تبارك وتعالى وأشكر الجميع. جزاكم الله خير. وأشكر الشيخ عبد الرشيد شيخ علي سوفي. وأشكر الأخ شيخ عبد الناصر عبد الحكم. أهلا يا شيخ عبد الحكم، جزاك الله خير. أنت ضيفنا الكريم، بارك الله فيك. جزاكم الله خير. بعد شكر الله تبارك وتعالى وحنا أدي ترنتي أقو مهد علينا يا مرت شرفت إن ما أنت مركزك معاذ ابن الجبل مرت شرفت مرتدنا وقوه ووين هاي وقو سرهي رنتي ولكن الشيخ عبد الرشيد شيخ علي سوفي ورنتي ريني روبي ريكين يهدان هاي إن بضن أن رنتي أن هذين جيرني أرقيسنا وكفر حسنيني إلهي تبارك وتعالى بنكم هذين نلكل مية شيخنا وأنا سود وينينا دي هذا سود وينينا إلهي تبارك وتعالى نحوي ديسنينا الشيخ عمري كيسن وإلهي نودري عمل كيسن إلهي ونجية آخرية دون بين إلهي ليبان إلهي تبارك وتعالى الشيخ ويديننا جزاكم الله خير مرتد لسعوط دمان وإيقن وسود وينينا وحان سيخاس وقسي مرمت وقسان وقمهد علينا يا ولكن شيخ عبد الرزاق جير ورمتي آد كل جين أن وذكرني أن تقرن إيسان شيخ عبد الرزاق أي سبب وها رمتي إن شيخ عبد الرشيد مانت ونوي ماذا أي علوم بدن ناي مانت نصوب بغدان أي كينيا نوي ماذا نيروبي أي نوي ماذا نوم حضريان مراكستين أي صوب بغدان شيخ عبد الرزاق أي سبب وهاي إلهي تبارك وتعالى دم بيجي سهدا في الشيخة عمري جي سنة الله داري عمل كي سنة الله سمايو إلهي تبارك وتعالى أرنتاس وين أو رنت وسمي أو هل سنة أن هنا دور سنة صلى الله بتي أو سنة كأفراد شيخ عبد الرزاق ونوسمي ركينيا دان هاي خاصة نيروبي آد بان شيخ عبد الرزاق ومهد علينا إلهي نوحن أوي دينينا إنو ليبان أدوني ليبان آخر أو الشيخ السيئة رنتي وحفي عمو نسمي. جزاك الله خير خير الجزاء شيخ عبد الرزاق، بارك الله فيك وحفظك الله ورعاك وجزاك الله خير. إنت كدب وحن رنتي أن هلمامين إنو نادي أدو قمهد علينا مركز كمانت أن مرتد قلناهي مركز كان معاذ ابن جبل رنتي أنا مركز كان كتر سنة معاذ ابن جبل دتك إيماي قانين إن بدو حلقة بيني وأركن لكن رنتي رجع وصاحب ذي أن إسلا شقين وأن فكر ككل قادنا ورنتي أن مرول بإسلا جرنا أد أد بان وجعله معلمين تنا رنتي مركز كمعاذ ابن جبل والله مركان إلهي مقعيس إنكو قدرت أن رجع أن أد وكل صونا يعني ربي جقاد في عنك هاي المها وحبر أي كتبت هاي الدالة أي لمرون كيهين وحنديه كرانيجا ويقف في عينهن رنتي أنا أنا يقف في عينهن أيان إذا شجع والدين تا معاذ ابن جبل أي رماه دكتان و
وعدين شجع أنا ومنو معلم كذي أها وإلهي فضل جيسرنتي وأنا وافجي أنا وحبرتي لكن وعدين شجع معلمين تمعاد من الجبل رجع أنا في عن ويجو أنا أقسم بإلهي إذن سي سوت بركان سالي يهين نفانين إجا ما هي وان اسارغني سي دبان اسارغني اي waxay ku tartameen musaabaqada madalada madaris ay qabanaysay runtii way soo aruursadeen runtii in badan waxay kale soo qaadeen kaalimaha koobaad ka soo aruuriyeen imtixaanka ka dhacay jaamii moosko oo hal mar aan ahayn dhowr jeer waxa weyn soo dharbaaxeen shaqo fiican naga soo qabteen waxa kale israacnay ilaa iyo runtii mubasa ay israacnay ku soo tartanay oo shaqo fiican soo qabteen raga markaa waxay mudeen in loo mahadceliyo لا شقيه والدين طبعا قدر دار مايا معلمين تينا يسبوت سيان لا شقيان رنتي مركز والد كي معلق اسلا شقينا يلما هو عبران كران جزاكم الله خير مركز كأنه وحنا دقو شكرنا معاد ابن جبل سود وهذا جزاكم الله خير حفلة دو ناكسين ما تنوقع بتين وين كيوم هاد علينا معلمين تنسي جونا نادو جوم هاد علنا والدين تشقي معلمين تلا شقي جريها دسي دبقية وتاجي دولك قضينا إلهي تبارك وتعالى عمر قاضي هذا ميزان حسنات كان الله قدرة المهضنا كوا باريال الله وقديقا كوا كلوج علينا وحقبتها وحنا قبلنا أيقنا كذلك إلهي تبارك وتعالى توفيق دي خيرك الله وافجيو جزاكم الله خير خير الجزاء هذا الدير ما شاء الله قم بهنا مركز كأيام رنتي آد وقم هاد علينا إن جزاكم الله خير علوم هذا دمان ميس جوجن وما سنتهين جزاكم الله خير وحن رجينا إن شاء الله مسابقات كعالمية وان كوض قيب قلي إن سيد منو أيقوق ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد